وبمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، هنأ العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور وجميع الطلبة والطالبات والهيئة التعليمية بعودتهم الآمنة للمدارس، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود المتكاملة بين مختلف الجهات لتأمين سلامتهم على الطريق والطرق المحيطة للمدارس. هذا وتمنى مدير عام الإدارة العامة للمرور سنة دراسية ناجحة لجميع الطلبة والطالبات. تم تغطية جميع مواقع اللي احنا رصدناها من خلال غرفة العمليات والدوريات الموجودة المتحركة. تم التنسيق مع الاخوان بالمديريات الامنية، وهم طبعا شرطة خدمة المجتمع مع الادارة العامة للمرور وحراس مدارس وزارة التربية. طبعا تم تدريبهم من خلال دورات تدريبية بالإدارة العامة للمرور للالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، يساهم في تنظيم الحركة المرورية، وخروج أولياء الأمور مبكرا يساهم في تنظيم الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات، عدم ارتكاب سلوكيات خاطئة أمام المدارس. الإدارة العامة للمرور تتمنى أن يكون عام خالي من الحوادث المرورية.